أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي أن الوزارة لم تحدث تغييرا في إجراءات امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن هدف الوزارة تكافؤ الفرص بين الطلاب والشفافية والعدالة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 أن 85% من الأسئلة اختيارية و 15% مقالية، والامتحان يعقد بنظام الأوبن بوك، مشيرا إلى أن كتيب المفاهيم متاح للطلاب والتصحيح يتم إلكترونيا بالكامل. في أول السنة خالص بدأنا وقلنا أن هدفنا هو تكافؤ الفرص، العدالة، الشفافية، وقلنا أن في 85% من أسئلة مقالي و 15% 85% MCQ موضوعي و 15 لا يزيد عن 15%. ونظام الامتحان اوبن بوك زي ما احنا متفقين، كتيب المفاهيم اللي موجود من العام الماضي هو اللي هيبقى مع اولادنا برضو نفس الكلام، وكان في بعض الاوراق الصغيره مرافقه لكتيب المفاهيم برضو هتبقى موجوده. تصحيح الثانويه العامه ده شكل مهم جدا وهيتم بشكل الكتروني.